يكذبش، لان الجمهور بعد تراكمات بيشوف قدام عينه. الناس حاسه انه الحكام بياخدوا وقت طويل قوي عشان ياخد القرار بتقنيه الفيديو، واللي بيتردد واللي بيرتكن اليها في لخبطه وبرجله كده مش مفهومه. عندك حق في اللي قلته، لان التدريب لم يكن كافي. ولو احنا يمكن انا واحد صديقي عملنا احصائيه على ايجابيات وسلبيات تقنيه الفيديو، هي ماشي. عملت في ايجابيات طبعا، ولكن انا شايف من وجهه نظري كحكم بقى ان اداء الحكام بدون التقنيه كان افضل بكثير مع استخدام التقنيه. ازاي؟ لان التدريب لم يكن كافي، دي حاجه. بعض الحكام بدأ يستخدم التقنية انه هحسب بقى جت ما جاتش كده كده، انا هروح أشوف. ارجع للفيديو، دي حاجة. بعض الحكام التدريب لم يكن كافي، فتحليل الصورة مش جيد، ممكن يستدعي الحكم في بعض الحالات الغير موجودة في البروتوكول او الغير واضحة ان هو يستدعيه، ماشي، او يستدعيه ممكن الحكم مش مقتنع بالقرار. فاذا في النهايه هي التدريب الكافي لم يكن بالشكل اللي فعلا نقدر نستغل بالتقنيه الافضل، لان فلسفه التقنيه ان تدخل قليل جدا مع اكثر استفاده، دي بس فلسفه. بس انا بشوف حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي كابتن عصام الناس تبعتها برضو، اخطاء كتيره جدا. يعني الحكم مثلا الكره بتبقى يعني ضربه جزاء فما بيداش ضربه جزاء، فاللي يرجع الفار يقول له ضربه جزاء، والعكس ضربه جزاء وحسبها الفار يقول له الغيها. فاذا كان ده بيحصل وتقنيه الفار كشفته، فاعتقد انه دي جزء من ايجابياتها واللي بتوضح ان الحكام قبل كده كانوا بيغلطوا حاجات كتير والناس ما بتشوفهاش. اكيد اتفق معك. مع كمان في نقطه ما قلتهاش، ان احنا عملنا التقنيه وما عندناش الكاميرات الكافيه، التلفزيون ما بيش دي حقيقه، دي حقيقة. عشان نكون واقعيين، عشان يعني لازم نقول برضو الحقائق، ما خدمتش قوي على الحكم، ما خدمتش، وفي بعض اللقطات مش باينه، في بعض اللقطات مش واضحه. لو في عدد من الكاميرات ازيد كان اكيد التصوير هيكون افضل، والصور وتكرار الزوايا هتكون افضل، ان يقدر حكم الفيديو ياخد القرار الصح. فدي من ضمن الحاجات ايضا اللي ما خلتناش استفدنا من التقنية بالشكل الأمثل أو الشكل الصحيح.